صحبه اجمعين. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. مرحبا بالحضور الكريم. حاج محمد لراش يجمعنا اليوم في هذا اللقاء الإنساني الاجتماعي والتاريخي أيضا. ألقى عوازنا مجموعة من الوجوه، قامات، رجالات خدموا الوطن من خلال الرياضة الوطنية، وخير ما نبدأ به آيات بينات من الذكر الحكيم اتلوها على مسامعنا. سي محمد فاهر، سي جعفر فاهر اللي هو رياضي، ولكن في هذه الأثناء نوقفوا باش نحييو الحاج محمد لراش. شوفوا الحكام كيفاش كانوا، كيفاش كان سي حسن حكم كيف المسح التوبوغرافي يشوف التيران كامل ما كاينش باب ورفع الارض. مرحبا تفضل سي جعفر فاهر رياضي، تفضل. الله يرحم والديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماء وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا
أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. أيها الحضور الكريم، يتفضل السيد سعيد بن منصور رئيس جمعية صداقة ورياضة في كلمة ترحيبية الجمعية من سنة لأخرى والاعتناء برجالات الرياضة حاضرين في قلب تاريخ الرياضة الوطنية. ولكن من يعتني بهؤلاء القامات وهؤلاء الرجالات الذين يخدمون الرياضة الوطنية؟ فلا بد من مؤسسات، هناك الجمعية وهناك أيضا مؤسسة محمد السادس للرياضيين الأبطال. سي سعيد بن منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقنا العزيز سيد حاج محمد لراج، أفراد العائلة الصغيرة للحاج محمد لراج الحاضرين معنا في هذه الأمسية الاحتفالية، إخواني أخواتي الرياضيين والرياضيات، أظن أنه ما كاينش ولا أكل أسف، إخواني وأخواتي الإعلاميين والإعلاميات الرياضيين والرياضيات، أيها الحضور الكريم،
جريا على عادتها ارتأت جمعية الرياضة وصداقة أن تكرم وجها من وجوه إحدى المكونات الأساسية للعبة، لعبة كرة القدم الوطنية، وهي التحكيم. والأمر يتعلق بأحد الرواد البارزين في هذا المجال، ألا وهو العميد الحاج محمد لراش أطال الله عمره. غير أنه وكعادتها في مثل هذه المناسبات، لما تجرأ جمعية الرياضة والصداقة على تنظيم هذا التكريم دون التماس شراكة تراها طبيعية مع مؤسسة راعية لقدماء الرياضيين ذوي المستوى العالي، ألا وهي مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، والتي يمثلها بجانب الأخ العزيز السيد سعيد بن خياط. إذن هذه المؤسسة هي شريكة في هذا العمل. طالب أن الحاج محمد راش ينتمي لهذه المؤسسة، ولعل هذه الشراكة التي نعيشها اليوم تذكرنا بتلك التي كانت وراء النجاح الكبير الذي عرفه تكريم وجه آخر من كبار الحكام الذين عرفتهم الساحة الكروية الوطنية، ألا وهو الحاج عبد الكريم الزياني رحمة الله عليه. والاحتفاء اليوم بالحاج لراش لم يكن من قبيل الصدفة ولا المحاباة ولا المجاملة، لأن المحتفى به راكم زخما كبيرا من المناقب على امتداد أكثر من 30 سنة من الممارسة على الصعيد الوطني والدولي، مما جعله يحظى ويتمتع بإجماع كل مكونات كرة القدم الوطنية، ابتداء من اللاعبين الذين عايشهم وانتهاءا بالإعلاميين الرياضيين، مرورا بالمسيرين والمدربين وكذا الجماهير عبر كل تراب المملكة. وفي هذا الصدد سوف لا تطنب هذه الكلمة الافتتاحية في عرض مميزات وخصال الحاج لراش، إذ أن برنامج هذه الأمسية يتضمن شهادات صادرة على المكونات السالف ذكرها، خاصة تلك التي سيتناولها ممثل عن أصحاب الاختصاص أي السادة الحكام من جيل المحترف به أو من أجيال أخرى. دعواتنا بالصحة والعافية وطول العمر للحاج لراش، شاكرين للحضور الكريم، حسن الاستجابة للدعوة، على أن نضرب لكم موعدا جديدا إن شاء الله لتكريم وجه آخر من رواد التحكيم المغربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرماني غدا ولطبعه وظرفه يستيق القلوب، وأينما حل وارتحل تحتضنه الدروب. وختاما مهما قلت في حق هذا الرجل مقصرا أجد نفسي مقصرا، فمعذرة إن قصرت في حقك، فما قلته لا يرقى إلى ما قدمته من عطاء كبير شرفنا جميعا. نسأل الله لك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يطيل عمرك تحت طاعته وفي طاعته، ويحفظك ويلحظك بعينه التي لا تنام، ودمت في أعيننا وقلوبنا بطلا وأستاذا وإنسانا عزيزا كما أنت عزيز دائما. شكرا
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلمة ترتيب ديال الأفكار وكل ما يحمله قلب هذا الرجل لرجل جاهلهم وعايشهم. فهذه الكلمة أنا أعتقد تكون هدية الحاج محمد الرجل لتحتفظ بها. يا بس محمد هذه الكلمة تحتفظ بها. إذن غادي ننتقلوا الآن إلى المدربين وناخذ معنا السي حمادي حميدتوش اسم المدربين واللي جايلو وعايشو حاج محمد الرش. فكيفاش كترتب المدربين الحاج؟ ترتيك لاعب هكا سحمد السلام عليكم. اولا نشكر مؤسسه المهندس الاسلام الطل اللي تفكرت هذه الكلمه هذا الجمعيه ديالنا ديال الصداقه والرياضه السي سعيد بن يوسف. الى جيت من مكناس باش نحضر معكم هنايا وهي واحد التقدير واحد المحبه للحاج الراش والاحترام اللي كان عندي معاه. وثانيا باش نشوف هذه الوجوه هذه اللي عاشت معها سنين في الملاعب وخارج الملاعب. الحاج الراش من الحكام اللي كنا نحترمهم قبل ما ندخلوا الملعب، عارفين بان معقول ما غاديش نديك مسالي تنديرو في الملعب ديال الكوالا راك ما عارفينها، طرحو معاه هو ما غاداش تخلص. ولي كلاعب واحد المباراة طلع المغرب فاسي في مكناس، كان جمهور كثير تعرفو داك اللي دار في مكناس فاس، هو اللي كان حكم سجل الأهداف وبالفرحة ديالي عاود تما الكرة في المرمى، وكان المرحوم العزاز اللي حاضر زعما ما عجباتوش ديك واحد اللاعب من المغرب فاسي هز الكرة وضرب ديك الهدف مشيت نسمع عندو جا تابعني قال لي خرج نتاوي اخر طب هو الدرس انا اللي قلت لك مدرب الحمد لله ما كانش طب كان المدرب الاخر اللي مشي مع دوري اللي كان في هذه المباراه اللي باقي تنذكرها هي رئيس ديال مدينه تنسي كان شويه ما تعرفش فيها الكره شافني خارج مقلق وتنبوط علاش خارج نطلب عليه بحال زعما مظلوم لانه هو اللي طبيب الكره مشي الرئيس قال خليه يدخل بس يدخل شويه حتى يبرد ويعاود يدخل قال له لا راه الا خرجت ما بقاش يلعب وغادي غادي يتوقع علاش كنت متقلق الحاج كنت ان شاء الله طول العمر ودوزنا غير خير وعندي احترام لك كثير ودابا الى جيت نكراس راه باين شكرا شكرا يتفضل زميلي وصديقي السي حسن المصري بكلمة عزيزة وكاينة رسالة أيضا من عند زميلنا وصديقنا السي سعيد زالوق اللي كان غادي يحضر معنا وتيبلغ في رسالة أنه كيتواجد خارج الدار البيضاء في مهمة وتيقول على أنها كلمة في حق واحد من رواد الرياضة الوطنية الحاج محمد الرش والذي كان يمتلك شيئا لا يلقن في المدارس ولا في المعاهد إنها شخصية الحكم التي تفرض على الجميع الاحترام والامتثال
سعيد زادوك، وكنبلغ لك ايضا تحايا صديق ديالك غد العشيه ديال الاستاذ كمال محمد نائب اول رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه وقابل لكلمه السر اللي بينكم وبينه سي حسن باسم زملائنا الصحفيين الاعلاميين. سي حسن مصري شهير جديد للاعلام ونفس قوي في الاعلام الرياضي الوطني. سي حسن. انا بصراحه انا فاجئني سي محمد بهذه الكلمه، وانا كنتمنى دائما بان سي محمد باعتباره هو عميد صحفيين هو اللي ينوب علينا، ولكن اعطانا هذه الكلمه اللي باش نتكلم باسم الزملاء ديالي الحاضرين والغائبين. وعندي نداء بسيط للمسؤولين سواء على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، المسؤولين على مستوى العصر الجهويه، باش يكون واحد التكريم حقيقي لهذا الهرم سي لاراش بإطلاق الاسم ديالو على إحدى المدارس التحكيم، إطلاق الاسم ديالو على مرفق من مرافق المركز الوطني للمعمورة، خاصة المراكز إلى المرافق اللي كتعرف محاضرات في التحكيم. هذا أقل ما يمكن يديروه بحق هذا الرجل ابن الشاوية ابن ولاد سعيد، وكاينين هنا ناس ديال مرشيد حاضرين لمساندة هذا الشخص، لأن الناس ديال مرشيد كيشجعوا، لأن الحكم هو الشخص الوحيد في الملعب اللي ما كيشجعوا حتى واحد، الجمهور كيشجع الفرقة باش يبقى. نحن نحب نقدرك رغم أن العلاقة كانت دائما متوترة بين الصحفي والحكم، دائما علاقة متوترة، ولكن بحسن الحظ أن الورقة الحمراء لا تشهر في وجه الصحفيين. باسمكم جميعا كنعاود نجدد التشكرات ديالي لجمعية الرياضة والصداقة لمؤسسة محمد السادس الأسرى الرياضي الذي يجوه الكبيرة الكريمة اللي تلقتنا بها الظروف، ونتمناو لك صحة جيدة، ونتمناو لك طول العمر، ونتمنى هذه التجربة ديالك تستافد منها الكرة المغربية. أنا من جيل من الحكام عصاميون اختاروا هذا المجال ديال التحكيم وقيادة المباريات، ولكن ماذا علمنا هذا الجيل من الزياني بن رفقيه وغيرهم إلى ذاكر الداد الجعفري وغيرهم الآن؟ ماذا علمونا؟ علمونا على أن القانون هو الحد الفاصل بين الناس والسيبة، وعلى أن القرارات الحقيقية ليست قانونية فقط ولكنها قرارات مقنعة. الحكم يتخذ القرار بابتسام، هكذا كان محمد لاراش وجيل محمد لاراش سي بحار نجاشي وغيرهم اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم، علمونا على ان الحكم يقود المباراه بيد من حديد ولكن بقفاز من حرير. هذا الرجل كما قال زميلي السي حسن، الحكم هو الوحيد اللي ما عندوش جمهور، الجمهور ديال الفريقين، ولكن الحكم يدخل المباراه وعنده رصيد من النقاط، وفي كل مرة ارتكب خطأ يكون جزاء خلافا للاعب الذي يدخل المباراة بدون نقاط. وكلما أجاب وكلما أطرف وكلما أمتع تكون له بعض النقاط. هكذا كان هؤلاء الرجال الذين اختاروا قساوة الظروف في زمن معين، هؤلاء الذين مارسوا التحكيم في فجر الاستقلال، تابعنا ما عاشوه من إشاعات ووشايات كاذبة ومن ظلم واعتداءات في زمن كان فيه النفوذ وكان فيه شخصيات متبردة، شخصيات لا تعترف بالقوانين، أرادوا أن يحولوا الملاعب الرياضية إلى غابة يحكمونها، يقررون الانتصارات ويتخذون القرارات في جمح الترام،
لكن الحكام الشرفاء كانوا يقولون لا لمثل هذه السلوكات وتعذبوا كثيرا وتألموا وعاشوا، ولكن بكرامة وبشرف نحترمهم اليوم في زمن جميل، في زمن فيه دولة الحق والقانون. كانت حكايات ديال الرجال ديال الحكام اللي حكاوا لها فقط هما كيحتفظوا بانفسهم لانهم تعذبوا كثير، لان القرارات التي كان يتخذها الحكام انذاك في مباريات قويه، في مباريات حاسمه بين فرق يؤطرها ويسيرها رجال نافذون انذاك، ولكن كانوا يتخذون القرارات الله يكون في عونهم. مروا هؤلاء الرجال، هؤلاء الذين استحملوا نفوذهم، ولكن بقي الوطن شامخا وبقت هذه الأسماء، لأن المآدن لا تنزل إلى الأرض، المآدن تبقى دائما مرتفعة محترمة. نمر الآن إلى بعض الهدايا، والسي سعيد كان أعتقد غادي نختاروا شوية رمزية، لأن شنو الهدايا؟ كاين هدايا من السماء. الحاج محمد لراش هي عائلة محترمة، كان الحاج محمد لراش موزع بين العمل، بين العائلة والمكتب والملعب، هذا هو الحاج محمد لراش. أنذر حياته خدمة للرياضة الوطنية، وخدمة لقوانين اللعبة، وخدمة للعدل بين الرياضيين في المنافسة. وحمل الحاج محمد لراش حمل مبدأ التنافس الشريف والتباري النزيه. قد يكون أدى ضرائب أكيد، ولكن النهاية كانت رائعة. إذا انتقلوا إلى مجال بعض الهدايا الرمزية، لأن الحاج محمد لراش وما أعطاه لوطنه عمره، ف يعني ما كاينش شي حاجه اللي يمكن ليها توازي وتكون راه تعوض له كل هذه السنوات التي اعطاها كعدد ديال المناضلين وديال الشرفاء في هذا الوطن. سي سعيد، سي الحاج سعيد، الحاج سعيد صنخيه، هديه ديال المؤسسه محمد السادس للرياضيه الافضل. خليكم تمك، خليكم تمك. سي الحاج محمد لراش بلا ما نصدقو، كاري بلا صدق. اجلس اجلس. الابناء ديالو غادي يساعدو. إذن هدية جمعية الصداقة والرياضة، وإتفضل قدموا جوج ديال الأعضاء. سي محمد مولين، مولين الرياضي، مولين الحراك والولاد والرياضة، ودريس ماهر عمي دريس. فين سي دريس ماهر؟ عنده الحمراء حي الحمراء، صح صح، حي الحمراء صح، ويتفضل أيضا فرع جمعية الصداقة والرياضة لمدينة مراكش الحكم جوهري والأستاذ حسين بوالوال، وشكرا
على التحول من مدينة مراكش ومن مراكش الفتحية إلى حاج محمد دارش. شوف أنا والسيد شوف الحاج محمد لاراش إخواني الكرام باسمي جمعية رياضة وصداقة بعد مراكش كنت تدخل واحد رؤية لتجسد قيمة تعاد الغرام اللي هو محترف اليوم إلى ما يأتي انستوي que tout ce qui brille n'est pas or. Pour une perle dont sa coquille n'a aucune valeur, il a fallu qu'elle sorte pour qu'elle brille de mille feux. Cette perle, aujourd'hui, n'est autre que Si Mohamed Lahrach. Je me suis amusé à déchiffrer le nom de famille. Et j'arrive à trouver un grand tel lumière, un grand tas authentique, un grand air réfléchi, rayonnant, un grand tas en matière d'arbitrage, un grand C cristallisé, un grand H dans l'humain de ce qu'il y a de valeurs et de principes sur lesquels ont été construites cette association sport et amitié. Merci. Encore une fois, chers amis, la problématique de l'arbitrage consiste à ce que l'arbitre et le sculpteur et en même temps le marbre à sculpter. Qu'est-ce que ça signifie? L'art et la manière. L'artiste le voit. Eh bien, parmi ses actions positives qu'il a eues, il a su, lors de ses matchs, transférer le droit de la violence à la violence du droit. Et ce n'est pas à n'importe quel moment, de quelqu'un. À tout seigneur, tout honneur, cher professeur, avec tout le respect que je vous dois et l'estime que j'ai pour vous, ce respect que vous avez cultivé via cette estime dont vous êtes aujourd'hui sacré par cette association. Merci. قال غادي كاينه هديه ولكن غادي نستدعي لك ثلاثه ديال الاسماء كاين غير كاس العالم سعيد غند حس سعيد غند غزواني موهو بوش معاه بالخري الله 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 اسماء نادرا ما يجوز الزمان بمثلها سي بوشمعه Thank you.
I'm going to go to the next one.